وأنا موجود في منطقة خليج للصيادين، وهذه الكنيسة مبنية على الصخرة، يقال طبعا بالتقليد صخرة المائدة، مائدة المسيح، والكنيسة تسمى كنيسة الرعاية لمار بطرس. فهذا مكان خاص جدا. عندما خرجوا من الماء رأوا جمرا موضوع عليه سمك وخبز، وهون منشوف محبة يسوع، تسديد الكامل ليسوع. لكن عاوز أكد من خلال هذه المعجزة، يوحنا يؤكد على مجد المسيح وأنها آية علامة اللي فيها بعد روحي وعمق روحي أيضا. شيء آخر، يوحنا بحارب بدعة الغنوصيين التي ترفض لاهوت المسيح، ثم ترفض أنه المسيح جاء في الجسد، يعني بيرفضوا هذا الشيء. فظهور المسيح بأكد أنه مش بس شافوا جسد المسيح الممجد، لكن فعلا أكل معهم سمك وخبز أيضا. هذه المعجزة أيضا فيها تعامل خاص مع الرسول بطرس، فتظهر مصداقية المسيح، وتظهر أيضا لطف وأمانة يسوع المسيح في هذا المكان، وأنه لا يعاتبهم، فقط يريد أن يبنيهم وأن يرفعهم إلى المستوى الروحي العميق.